أكد سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري، رئيس مجلس إدارة صندوق العمل، رئيس الهيئة العليا لنادي الراشد للفروسية وسباق الخيل، أن النجاح المتميز الذي يحققه سباق كأس السعودية العالمي للخيل عاما تلو الآخر يجعله محط الأنظار لمشاركة نخبة الجياد من المنطقة والعالم فيه، مشيرا إلى حرص الإسطبلات البحرينية على التنافس في سباق كأس السعودية لما يتميز به من مشاركات قوية تسهم في إكسابها المزيد من الخبرة، بما ينعكس إيجابا على تطوير رياضة سباق الخيل في مملكة البحرين وزيادة تنافسيتها على مختلف المستويات. جاء ذلك لدى حضور سموه منافسات اليوم الختامي لسباق كأس السعودية العالمي للخيل، والذي أقيم على ميدان الملك عبد العزيز بتنظيم من نادي سباق الخيل بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، حيث شهدت مشاركة الجياد البحرينية في أشواط السباق إلى جانب نخبة من أقوى الجياد العالمية. وأشار سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة إلى أن مشاركة جياد إسطبلات البحرين في سباق كأس السعودية العالمي للخيل تأتي امتدادا للتعاون القائم مع أندية سباقات الخيل الخليجية والدولية، والهدف إلى توسيع نطاق المشاركات الخارجية للإسطبلات البحرينية في سباقات الخيل، والتي استطاعت من خلالها تحقيق العديد من النتائج المشرفة. ونوه سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة بجهود صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للفروسية، رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل في المملكة العربية السعودية، معربا سموه عن تمنياته للمملكة العربية السعودية الشقيقة بتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات المشرفة في مجال سباقات الخيل، مهنئا الفائزين بالكؤوس والمراكز الأولى، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح. وكانت أبرز نتائج الجياد البحرينية في أشواط سباق كأس السعودية العالمي تحقيق الجواد بايلاين لإسطبل العاديات ريسينج المركز الثالث في الشوط السادس الذي أقيم على كأس 1351 للسرعة، كما حقق الجواد كالف لإسطبل فيكتوريوس المركز الثالث في الشوط السابع الذي أقيم على كأس نيوم لمسافة 2100 متر، فيما حقق الجواد جومون ملكي محمد خالد عبد الرحيم المركز الخامس في الشوط السعودي الدولي.